بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذه خاطرة حول التطور، وهل بالفعل حدث التطور؟ نبهنا إليها أحد الأحبة جزاه الله خيرا. انظروا أيها الأحبة، القضية بسيطة جدا. معظم العلماء اليوم يقولون الإنسان جاء نتيجة التطور بالطفرات. يعني كان هناك قبيلة من القرود، جماعة من القرود، هذه الجماعة نتيجة مرور آلاف السنين حدث لديها طفرات في الجينات أو المورثات. كلمة طفرة يعني تغير، طفرات يعني تغيرات. يعني مثلا كان الجلد له مثلا سماكة معينة، حدث الطفرة أصبح الجلد أكثر نعومة شبيه بجلد البشر. الشعر كان كثيفا وقصيرا، حدث الطفرة فأصبح هذا الشعر يعني أكثر مرونة وأكثر نعومة كما عند البشر. الحنجرة مثلا غير قابلة للنطق، لا ليس فيها القابلية للنطق عند القرود، حدثت مجموعة طفرات أو تغيرات، طبعا هي عشوائية طبعا كما يقولون، نتيجة مرور الزمن فقط. فجاء إنسان مثلا أو نتج إنسان لديه قابلية للكلام. طيب، وهكذا القرد عادة يحني ظهره، يده أو يداه طويلتان نوعا ما، والعضلات قوية جدا من أجل التسلق. هذه الميزة تغيرت وأصبحت يعني أطراف أو أيدي الإنسان أقصر بسبب هذه التغيرات التي حدثت هكذا بلا سبب، يعني نتيجة مرور الزمن فقط يعني. طيب، هذه التغيرات أين حدثت؟ في كل القرود أم في قرد واحد؟ طب إذا حدثت في كل القرود مثلا، هل تطور الصوت قبل الجلد؟ نحن نعلم أن جلد الشمبانزي مثلا، جلد القرود بشكل عام سميك وله مواصفات تختلف تماما عن جلد الإنسان، لأن جلد الإنسان غير مهيئ، يعني يدي هذه غير مهيئة أو غير مصممة للتسلق. أنا مصمم أن أمشي على الأرض وأن أستخدم هذه الأصابع للكتابة، لتناول الأشياء، لرسم مخططات مثلا، صنع مثلا أشياء معينة. القرد ليس لديه هذا التصميم. أي تغير يحدث في القرد يحتاج إلى طفرة. هكذا يعني هذا مبدأ أساسي من مبادئ التطور أو نظرية التطور التي وضعها داروين، وتطورت كثيرا. يعني إذا بعث اليوم داروين لا يعرف نظريته، لأنها تطورت كثيرا وتغيرت. الآن هذه الطفرات حدثت عبر آلاف السنين. طيب كيف حدثت؟ نحن نود أن نسأل أنتم، أنا خطابي الآن للملحدين الذين يسخرون من المؤمنين ويقولون أنتم لازلتم تعتقدون أن آدم خلق خلقا مستقلا، والعلماء اليوم يؤكدون أن آدم ما هو إلا إنسان نتج نتيجة تطور من قرود أو غيرها أو أشباه قرود، وهكذا يقول العلم، وهذه حقائق علمية. طيب هذه الحقائق العلمية نريد أن نفهم. أنا سأقول حقيقة علمية ولكن أريد أن أفهم، يعني أنا شخصيا أريد أن أفهم. هذا القرد عندما بدأت هذه الطفرات تحدث فيه، هل حدثت في كل القرود أم في قرد واحد أم في مجموعة؟ طيب
الطفرات كيف حدثت؟ يعني مثلا الطفرة الخاصة بالجلد قبل، أم الطفرة الخاصة بالصوت قبل، أم الطفرة الخاصة باليدين قبل، أو بتصميم الأصابع قبل، قبضة اليد يعني. نحن نعلم أن الإنسان يتميز بقبضة يد فريدة من نوعها على الكوكب، لا يشبه أي مخلوق آخر. لذلك الإنسان هو الوحيد القادر على الاختراعات، على التصميم، على التصنيع. القرود لا تستطيع، ولا غيرها طبعا، ولا غيرها من الكائنات. طب هذا التصميم يحتاج إلى مجموعة من الطفرات، ليس طفرة واحدة، آلاف الطفرات، آلاف التغيرات. تصميم العين يحتاج إلى آلاف التغيرات لتنتج هذه العين. الأنف، طيب يعني أنف الإنسان يشبه أنف القرد، مختلف تماما، فيحتاج إلى طفرات تتعلق بشكله وسماكة الجلد وطبيعة الشعر الذي فيه وغير ذلك. الجلد، الأكتاف، نحن نعلم أن الإنسان تصميم جلده مختلف عن يعني ضع إنسان وقرد، مختلف تماما. هذا الاختلاف لنفرض أنه احتاج إلى مجموعة من الطفرات. طيب هذه الطفرات كما تقولون عشوائية. طيب إذا افترضنا أن هناك إنسان نتج نتيجة هذه الطفرات، يجب أن يكون هذا الإنسان قد نتج بنتيجة مثلا مليون طفرة، ولكن يجب أن تحدث كلها دفعة واحدة، لأنك إذا قلت هناك طفرة تتعلق بالصوت فأنتجت قردا يتكلم، ولكن لم يتحول إلى إنسان بعد، هو لازال قرد إنما لديه قدرة على. طيب أين هو الآن؟ لابد أنه تكاثر وانتشر، ولابد أن نجد له أثرا. لا يوجد له أثر، ولو هيكل عظمي، ولو عظمة، ولو شيء، لا يوجد. طيب إذا قلنا أن هذه الطفرات نتجت دفعة واحدة، إذا نحن نكذب نظرية التطور، لأن نظرية التطور لا تقول إنها نتجت دفعة واحدة، لأنك حتى تحدث مجموعة كبيرة من الطفرات دفعة واحدة تحتاج إلى مؤثر خارجي، تحتاج إلى قوة خارجية. نظرية التطور تقول لا يوجد قوة خارجية، هي الطبيعة فقط والزمن والتكاثر. يعني يجب أن يتكاثر القرد مئات الآلاف من المرات، وكل مرة تحدث طفرة صغيرة هكذا في منطقة ما، فتتجمع كلها حتى تنتج هذا الإنسان. طيب سنصدق هذا الكلام، أنا سأصدق هذا الكلام، وأن هناك عدد الطفرات التي يحتاجها الإنسان لكي نميزه عن القرد، لنقل مليون طفرة. لنفرض أن هذه الطفرات نتجت عبر سنوات ونتج معنا إنسان. طيب هذا الإنسان هل هو ذكر أم أنثى؟ يعني هذا الإنسان إذا كان ذكر يحتاج إلى أنثى، ثم إن هذا الإنسان عندما يحتاج إلى أنثى، لنفرض جدلا أن هناك قردة أيضا أنجبت إنسان آخر هو أنثى. طيب هذا الجنين الصغير، جنين الإنسان أو الطفل المولود أو الوليد، طيب هذا الذي ولد حديثا حقيقة تربية يحتاج إلى تربية أعلى بكثير من تربية القرود. يعني أنت في الغابة عندما يولد قرد، القرد مهيئ بجلد وشعر وأشياء يستطيع أن يعيش فيها حتى لو لم يعتمد كثيرا على أمه، يعني مهيئ أن يتحمل البرد طب الآن لو جئنا بإنسان ولد اليوم ووضعناه في غابة، لا يعيش، يموت من البرد، يموت من درجة الحرارة، يموت من تلامس جلده مع التراب ومع الحشرات، غير مهيئ.
يموت بفعل الأمراض لأن نظامه المناعي غير مهيئ لمقاومة الأمراض وعوامل، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى، نحن نعلم اليوم الطفل حتى طريقة ولادته يحتاج إلى طبيب، إلى من يعني يخرج هذا الجنين أو هذا الطفل، وهناك أشياء يعني عناية خاصة. يعني هناك المولود البشري هو المخلوق الوحيد في الأرض الذي يحتاج لرعاية خاصة لعدة أشهر حتى يستطيع أن يعني يقف على رجليه، بينما في عالم الكائنات نحن نرى غزالة عندما تولد تلد غزالة أخرى، أو غزالة يعني تلد غزالة أو غزال، نجد أنها تقف مباشرة. أنثى الحصان عندما تلد حصان صغير نجده يقف ويمشي ولكن هل رأيتم طفل بشري يخلق يعني يخرج من بطن أمه يقف أو يتحرك؟ لا، ضعيف جدا. لذلك قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أضعف مولود على وجه الأرض هو الإنسان. أي مولود آخر حتى في عالم الحشرات، في عالم النبات، في عالم الثدييات، كل المواليد من كل أنواع الكائنات يولد وهو مجهز لتحمل العوامل الصعبة والظروف والاعتماد على نفسه، إلا الإنسان ضعيف جدا، يولد ضعيف، إذا تركته يموت. طيب هذه الأنثى وهذا الذكر الإنسان الذي نتج بشكل مفاجئ، كيف سيعتني بأطفاله؟ كيف سيخ يعني هل اخترع اللباس مثلا؟ كيف اخترع اللباس؟ كيف عاش في هذه بين الوحوش وفي الغابات وبين القرود؟ إذن أول شيء أحبتي في الله، إذا حدثت هذه الطفرات لابد أن يكون لدينا عدد كبير من الكائنات المتدرجة. تجد قرد لديه مثلا جلد يشبه الإنسان ولكن صوته غير صوت قرد، تجد مخلوق آخر لديه حنجرة يستطيع أن يتكلم بها ولكن يداه مهيئتان للتسلق وله ذيل مثلا وشبيه بالقرد، تجد مخلوق آخر، وهكذا تجد مراحل وسيطة وبمئات الآلاف يجب أن يكون عددها، لأن هذه الطفرات أيها الأحبة يجب أن تكون كلها إيجابية بناءة، تنتج مخلوق أكثر ذكاء. يعني دماغ القرد محدود جدا مقارنة بدماغ الإنسان، فكم طفرة يحتاج دماغ القرد ليتطور إلى دماغ إنسان فقط؟ لا أريد الشكل الخارجي، لنترك الشكل الخارجي، أنا أريد فقط الدماغ هذا حتى تتشكل فيه قسم للغة، قسم للمنطق، قسم للخوف، مركز الناصية للقيادة والإبداع، مراكز للتعلم، مراكز للمحاكمات العقلية. هذه المراكز التي غير موجودة لدى القرود، القرد لا يبدع ولا يرسم ولا يكتب ولا يخترع، إذن هناك مراكز كثيرة موجودة هنا عند الإنسان يتميز بها الإنسان عن القرد. طب كم طفرة يحتاج؟ لنحسب عملية رياضية أنا وأنتم الآن، الطفرة كم تحتاج؟ يعني سأطرح السؤال بطريقة أخرى أحبتي في الله، القرود اليوم منذ 100 سنة العلماء درسوها بشكل كامل، يعني منذ يعني خلال من عام 1920 وحتى عام 2020 القرود والشمبانزي بأنواعها درست بشكل كامل. طيب هل هناك طفرات إيجابية حدثت خلال 100 سنة الماضية؟ يعني هل لاحظ العلماء أي تطور على القرد؟ نحن نتحدث خلال 100 سنة وسأقول لكم لماذا.
خلال هذه المئة سنة هل هناك طفرات معينة حدثت على هذا القرد غيرت صوته، غيرت شكل الجلد، شكل اليدين، مهاراته مثلا؟ هل هناك طفرات حدثت؟ لم يحدث شيء، لأن القرد الذي كنا نراه قبل مئة سنة هو هو اليوم، حتى تشريحيا هو هو. طب خلال مئة سنة لم تحدث طفرة ولا طفرة واحدة. طيب هنا ربما هناك طفرات حدثت نتيجة تطور البيئة، نتيجة التلوث، نتيجة المدنية، نتيجة أن هذه القرود اندمجت مع البشر أكثر هناك يعني، ولكن هذه الطفرات سلبية غيرت شكل القرد خارجيا بما يتناسب مع البيئة، غيرت بعض خصائص بسيطة جدا، ولكن بقي القرد قرد يعني، ليس هناك تطور ملحوظ شيء يمكن أن تلاحظه تقول والله من مئة سنة كان القرد هذا لديه كثافة الشعر، الشعر كثيف وسميك وقصير، الآن أصبح شعره أنعم مثلا يعني، ولو صفة لا يوجد أي تغير، تغيرات طفيفة جدا بفعل البيئة فقط. طيب إذا خلال مئة سنة لم تحدث ولا طفرة إيجابية يعني تؤثر على الصوت، على الجلد، على اللون، على الشعر، على كذا، طيب إذن كم سنة يحتاج هذا القرد ليتطور؟ أنا لدي ملايين الطفرات يجب أن تحدث حتى ينتج إنسان، حتى ينتج إنسان. يعني إذا جئنا بمجموعة من القرود وبدأت هذه المجموعة تتكاثر وبدأ كل مئة سنة طفرة، كل مئة سنة طفرة، ستحتاج إلى ملايين السنين لينتج معك، لنفرض أنه نتج إنسان بعد ملايين السنين، ولكن هذا الإنسان الناتج بعد ملايين السنين، يا هل ترى لو كان هذا حدث، لو حدث هذا كنا سنلاحظ التدرج في عالم القرود، تدرج يعني، هذا التدرج كنا لاحظناه ببساطة، لأنه كل مثلا مئة ألف سنة ينتج لديك مخلوق جديد، كل مئة ألف سنة مخلوق جديد، كل أو كل ألف سنة هناك مخلوق يختلف عن اللي قبله حركة اللي. طب القرود من 5000 سنة هي المتحجرات أو الهياكل العظمية باعتراف العلماء، القرد الذي عثروا على جمجمة له مثلا تعود لي 100,000 سنة مثلا، قرد هو هو اليوم نفسه خلال 100,000 سنة لم يتغير. دليل على كلامي أيها الأحبة، ذات مرة إذا كنتم تذكرون عرض دراسة كبيرة جدا، دراسة عالمية شارك بها عشرات العلماء وأكثر من 10 جامعات عالمية في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، أرادوا أن يدرسوا تطور الحشرات، واستخدموا السوبر كمبيوتر وأدخلوا البيانات الصحيحة، البيانات الحقيقية التي عثروا عليها من المتحجرات القديمة، يعني مثلا متحجرة لذبابة تعود مثلا ل100 مليون سنة مثلا، وجدوها فأدخلوا في الكمبيوتر شكلها والشكل الجناحين والتفاصيل هذه، ذبابة تعود ل100,000 سنة أدخلوا، ذبابة تعود لكذا، فأدخلوا معلومات كثيرة عن الذباب، عن كثير من الحشرات، يعني هي دراسة خاصة بالحشرات، اليعسوب، بعض الحشرات الأخرى، النحل، النمل، كذا. بعد دراسة طويلة ومتعبة حقيقة، وأنا أتذكر 80 عالم اشتغلوا فيها في هذه الدراسة وأكثر من 10 جامعات عالمية، طيب السوبر كمبيوتر عندما يعني أخرج البيانات وجدوا أن شكل الذبابة لم يتغير خلال 150 أو 200 مليون سنة، ليس خلال 2000 سنة أو 100,000 سنة، خلال 200 مليون سنة. لذلك قال أحد العلماء، وأنا علقت على هذه العبارة وقتها، هذه الدراسة قبل سنوات قليلة،
قال إن الذبابة التي كانت ترفرف بجانب الديناصورات قبل مثلا 100,000 سنة، 100 مليون سنة عفوا، 100 مليون سنة، هي ذاتها التي ترفرف بقربك في المنزل. طيب لا يوجد، أين الطفرات؟ لا يوجد. كلمة طفرة يعني تغير، تغير يعني تدريج، تدرج، لأننا إذا قلنا هناك طفرات، مجموعة مليون طفرة مفاجئة حدثت، هذا خلاف نظرية التطور. أصبحنا نتحدث بقوة تؤثر من الخارج، إذن سقطت نظرية التطور على فكرة. أين هذه المخلوقات المتوسطة؟ غير موجودة. مخلوقات متوسطة غير موجودة أيها الأحبة، لا يوجد لها لا هيكل عظمي ولا متحجرات ولا آثار ولا 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 حتى سن، لا يوجد. كل ما عثر عليه العلماء هو مخلوق كامل ومحدد. يعني مثلا أنا عرضت ذات مرة متحجرة لنملة أظن أنها تعود لخمسين مليون سنة ضمن حجر جميل جدا اسمه الكهرمان، شفاف. هذا الكهرمان يتميز بأنه عندما يحيط بالحشرة يحيط بها بشكل مفاجئ مثل الصمغ، ويتحجر ويبقى محافظا على شفافيته مئات الملايين من السنين. سبحان الله. طبعا الله سخر هذا الحجر أو هذه المادة الكهرمان لتحفظ هذه الكائنات، لنتفكر وندرك أنه لا يوجد تطور، إنما هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. طيب هذه النملة عندما رأينا صورتها في ذلك الوقت نفس النملة التي تعيش اليوم. طيب الطفرات هذه لن نرى النملة التي كانت تعيش قبل 50 مليون سنة، لن نراها اليوم لأنها تكون قد تطورت إلى شيء آخر، ولكنها موجودة ولا زالت تعمل. والقرد الذي وجد على الأرض قبل مليون سنة هو الموجود اليوم، لا فرق. إذن حتى لو فرضنا أن هناك بشرا نتجوا عن هذا التطور، يعني هؤلاء البشر هل نتج ذكر أم أنثى؟ أم أنه نتج بنفس الوقت مجموعة كبيرة من الذكور والإناث هكذا وبدأوا يتزاوجون؟ هذا خلاف المنطق وخلاف العقل وخلاف الواقع، لأن هؤلاء يعني الأجنة الجدد، يعني مثال أيها الأحبة، الإنسان هل يستطيع أن يتكاثر مع القرد؟ لا يتكاثر. القرود، حتى القرود، يعني إذا جئنا بقرد وغزال لا يوجد تكاثر بينهما، حتى لو حدث أي شيء لو أبقيناهما مليون سنة لا يمكن أن ينتج عنهما أي شيء. إذا وضعنا إنسان وقرد لا يمكن أن ينتج عنهما أي شيء أبدا. طيب هذا الإنسان الذي نتج من القرود أبوه قرد وهو إنسان، تمام؟ طيب تزوج مع إنسان آخر مثلا، سؤال يعني. طيب هذا القرد الذي أنجب إنسان أين ذهب؟ طيب الإنسان كيف تعامل مع أبيه القرد؟ يعود علماء التطور يقول لك القضية ليست بهذه البساطة، هناك ملايين السنين وأجيال عن أجيال عن أجيال عن أجيال تتطور تتطور ثم نتج. طيب هذه المراحل السابقة أين هي؟ غير موجودة. إذن هنا أيها الأحبة نستطيع أن نقول لا يوجد دليل علمي على تطور الإنسان من قرد، لا يوجد ولا دليل، ولا دليل أبدا سوى التشابه الخارجي أو بعض التشابه الذي نراه في الصور، حتى هو غير متشابه. تشابه الجينات معظمها، الكائنات كلها متشابهة على فكرة بنسبة أو بأخرى.
إذن أحبتي في الله، ألخص ما قلته اليوم. إذا قال لكم أحد أنا سأعطيك سأعلمك الطريقة كيف تحاور ملحدا يقول لك إن نظرية التطور صحيحة، قل له تمام، قل له أنا موافق معك، أعطني الآلية الهندسية لتطور الإنسان. الآلية الهندسية ما الذي حدث؟ 1 2 3 4. أنت تقول حقيقة علمية، حقيقة علمية يعني كل شيء واضح. أنت تقول هذا الكمبيوتر صنع في شركة كذا، طيب هناك مخططات وهناك مراحل لصناعة الكمبيوتر وكلها واضحة ومكتوبة. طيب نحن نقول إن الأرض كروية اليوم وهذه حقيقة علمية. طب حقيقة علمية، لدينا قانون جاذبية يثبت ذلك، لدينا الأقمار الاصطناعية التي تخرج خارج الأرض وتدور حول الأرض وتنقل البث الذي أتواصل معكم من خلاله هو دليل آخر. طيب تقول الكرة الأرضية هي كرة، ما هو قطر الكرة الأرضية؟ هو مثلا 12750 كيلومتر تقريبا، يختلف حسب القطبين. طيب محيط الأرض بحدود 40000 كيلومتر عند خط الاستواء، هناك أرقام ثابتة، يعطيك كل التفاصيل. لماذا؟ لأنها حقيقة علمية. طيب تطور الإنسان من قرد، يقول لك حقيقة علمية، قل له كيف تطور، قل لي 1 2 3، ما هي الآلية التي تطور بها، الطفرات أو التغيرات التي حدثت، كيف حدثت بشكل مفاجئ. يعني أنا إذا قمت بحساب الفروقات بين القرد والإنسان، كم فرق لدينا؟ لنفرض كل فرق يحتاج إلى طفرة، تصميم قبضة اليد كم فرق فيه، القدرة على إمساك القلم، القدرة على الرسم، القدرة على التصنيع وتنظيم الأشياء، فروقات. أنا يمكن أن أخرج لكم مئات الفروقات بين فقط قبضة الإنسان وقبضة القرد. طول الأصابع مختلف، لون الجلد مختلف، يعني هذه كلها طفرات، تصميم الأعين مختلف، تصميم الأنف مختلف، تصميم الفم مختلف، مختلف تماما، حتى الحاجبين مختلفان تماما، الشعر مختلف، سماكة الشعر تختلف، عمق الشعر تختلف، جذر الشعر، آلية الشيب تختلف بين القرود والإنسان، العمود الفقري مختلف، شكله وتصميمه مختلف. يعني لا نرى إنسان قرد يسير مثل الإنسان، إذا كان موجود أين هو؟ فإذا جلست وبدأت تكتب كل تغير هو طفرة، ستستطيع أن تخرج بمليون طفرة، مليون. الدماغ، طيب الكتابة كم تحتاج، القدرة على الكتابة كم تحتاج إلى طفرات، هذه الحبال الصوتية والحنجرة، الطفرات حتى تستطيع أن تتكلم وتخرج الأصوات، هذه كم تحتاج طفرات، تتعلق بالدماغ كم، وهكذا، يعني لا تنتهي. طيب هذه الطفرات، إذا كنت ستقول حدثت دفعة واحدة، إذن أنت دمرت نظرية التطور وأسقطتها، لأن نظرية التطور تقول لا يوجد مؤثر خارجي بل يجب أن يحدث بالتدرج. طب إذا حدثت هذه الطفرات بالتدرج، أيها حدث قبل، تصميم الدماغ أم تصميم الرئتين أم القلب أم تصميم المعدة؟ يعني المعدة كم اختلاف فيها، الأمعاء، الجهاز الهضمي بشكل عام. يعني هل رأيتم قردا يطبخ قبل أن يأكل؟ لا يطبخ، يأكل حشائش. لو جئنا بإنسان وأطعمناه طعام القرود يموت. لا يعيش. إذن الجهاز الهضمي يحتاج إلى آلاف الطفرات حتى يصبح مثل جهاز الإنسان. اختلافات كثيرة، آلية التكاثر مختلفة،
الحمل والولادة والإرضاع مختلف، نوع الحليب مختلف عند القردة الأم، يعني كل جزء فيه اختلاف. فإذا كانت هذه الطفرات حدثت على مدى ملايين السنين، أين الكائنات التي نتجت عبر مليون سنة مثلا؟ يعني كائن لديه جلد قريب من البشر، كائن نتج لديه أصابع قريبة من البشر، كائن كذا، هذه الكائنات أين هي؟ غير موجودة. كل القرود التي عثر عليها متحجرة أو هيكل عظمي أو جمجمة أو أي شيء، هي قرد مثل الذي نراه أمامنا اليوم، أو مخلوق انقرض وانتهى، ولكن جنس كامل. إذن أيها الأحبة، إذا كان لا يوجد دليل على التطور، ولا يوجد آلية لهذا التطور، ولا يوجد مراحل لهذا التطور، ولا تعلمون كيف تطور، طيب كيف تقولون أصبح حقيقة علمية؟ إذن أنا لا أملك هنا إلا أن أعترف أن الله هو الذي خلق الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء من كائنات، من نباتات، من حشرات، من حيوانات، كل شيء خلقه، وأخيرا وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن الإنسان خلق من طين، ونفخ الله فيه الروح هي التي جعلته يتكلم وينطق ويتحرك ويعيش، وجعلت القلب ينبض وغير ذلك. طيب الملحدون يضحكون من هذا الكلام، يقولون كيف يمكن أن يخلق إنسان من التراب؟ الجواب بسيط أيها الأحبة، نقول لهم كيف خلقت الخلية الأولى من مزيج في تراب وماء وكذا وطين، كيف خلقت الخلية الأولى؟ والخلية الأولى البكتيرية هذه الزرقاء تحدثنا عنها، خلقت قبل 3.5 مليار سنة. هذه الخلية فيها مدينة صناعية في الداخل، مدينة صناعية لإنتاج خلايا جديدة، للتكاثر، للتغذية، لطرح الفضلات، حساسة للضوء، لديها وعي، تتحرك، كائن كامل مستقل بذاته، كائن كامل. كيف خلقت؟ سيقول لك لا أدري. إذن قل له ما دمت لا تدري كيف خلقت الخلية الأولى، وليس لديك آلية هندسية لخلقها، أخبرونا كيف خلقت. يعني أنا لدي خلية تقولون خلقت قبل 3.5 مليار سنة، هذه الخلية فيها مدينة صناعية في داخلها لإنتاج البروتين والتكاثر، وفيها الجينات، وفيها يعني مخلوق كامل. كيف خلق من مواد أولية، الطين والماء والمواد الموجودة في الطبيعة؟ سيقول لك لا أعرف. إذن إياك أن تقول لي أيها الملحد إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية، إذا كنت لا تدري كيف خلق الإنسان وتطور، ولا تدري كيف خلقت الخلية. إذن على أي أساس تقول لي إن نظرية التطور أصبح حقيقة علمية؟ لابد أن نعترف أيها الأحبة أن هناك إله واحد هو الذي خلق هذه الكائنات، وهو الذي حدثنا عن خلقها. قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.